بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم رايحين نكملوا واش درنا المرة اللي فاتت. اليوم عندنا التسكير وعندنا الطلية. التسكير كنت وريت لكم في الكعكات مسكرين كيفاش نسكروهم، والطلية نوريها لكم، هي نعاود لكم ما فيها بس. هامليك شوفوا لازم يطيبوا مليح. شارك طيبتو شويه حميمر، نعريش لازم يطيبو حميمرين كوميم. هنا واش نديرو؟ هنا درت كاس تاع الماء، اوفا كاس تاع الماء زهر، ودرت له سكر كلاص ومغرفه تاع الفارينه. واش ندير لهذاك التشارك تاعي؟ نغطسو لداخل هكذا ونخليه يقطع كيما درنا في الكعكات تاعنا. انا نكمل نسكرو ونوريكم كيفاش نديرو طلية. انا كملت السكر ديالي، علاش بديت به؟ باش ريكوبيري السكر ما يروحليش هكذاك برك. هنا واش ندير؟ عندنا سيرو نطيبوه. واش عندنا في السيرو؟ نديرو ريكلامه 500 غرام سكر عادي، نخليوهم يغليو مده 10 دقائق، ومن بعد نرمولهم فنجان تاع الماء زهر. هاوليك السيرو ديالنا بعد ما يبرد باش نخدمو به. في الكيلو عندنا 2 بياض بيض في الطلية، وعندنا كاس تاع السيرو، وعندنا الماء والماء زهر اختياري، وعندنا لافاني. اللي يحب يدير القارص ما يديرش الماء زهر لانهم في زوج ما يتلاقاوش. اللي يحب يدير اغوم اختياري يدير ان غوز، ولا انا راح نديرها سامبل اليوم غير على البيض. انا هذه الكيله راني دايره فريمون كيله صغيره، علاش؟ باسكو عندي 10 حبات على جال لا فيديو برك باش نوريكم كيفاش تخدموا العرايش. في المثال هذا كاس كبير، شد كاس تاع السيرو هذاك اللي برد، هاوليك نفرغو. نزيد البيض تاع البيض، قلت لكم في الكيلو تاع فرينه عندنا زوج بياض بيض، وهنا نزيد شويه تاع الماء زهر نص كاس.
هي نورمالمون كاس، انا عندي لا كونتيتي بزاف صغيره. هاي ليك هكذا، ونخلي هذاك النص اللي قعد، نشوف ولا جاتني الطليه ثقيله نزيد لها، ندير عطر الفانيلا. بسم الله، هنا عندي ورود كنت صنعتهم، تحبوا تشريوهم راهم يتباعوا. والسكر تاعنا دائما نغربلوه. في الاخير ندير الزيت، زوج مغارف على جال لابغيونس. اللي حبي يدير كولور ابيض يقدر يدير، اللي حبي يدير في الفيغ يقدر يدير. هاد لي باتاروم ما كان تشريو لا بودغ وديروا، هاد لي باتاروم كاين بيستاج كاين واش حبيتو نتوما، ولقوا لي حبيتو. انا السكر تاعي كنت سيرته وعاودت له. زمان كانوا يخدموها بالباتور، وهي طريقه فريمون خاطئه. ومن بعد تيبس، هذه هي الطريقه. انا كي تكون عندي كونتيتي كبيره نخدمها بيدي. علاش نخدمها بيدي؟ باسكو اليد سخونه، هذاك السكر يرطب في يدك يدوب هكذا. كميه قليله، وشوفوا شحال خرجت الله يبارك. دائما كي تخدموا الطليه تاعكم خلوها تروبوزي نص ساعه، لانه كاين السكر اللي يشرب ما يغفلكمش بلي السكر يخدموه بالمايزينا، يعني يخلطوا له سيغتان بورسونتاج تاع المايزينا اللي هي النشا. الوغ كي نخدموها لازم نخلوها تروبوزي، كاين السكر اللي ينطلق وكاين اللي يشرب. هاديك هذه راهي مازال خفيفه، نزيد نيبسها على هكذا و ميم طون نخدم. هايليك شوفوا لا كولور تاعها شحال شابه. شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا، لازم تكون هكذا قليه. هايليك شوفوا توجور خلو شويه تاع السيرو ولا المزهر دو كوتي، باش ولا جاتكم فيرم تعاودوا تطلقوها، ولا جاتكم ثقيله تعاودوا تطلقوها. هنا كي نلحق هكذا ندير في الكيلو تاع العرايش بيان سور لا كونتيتي الكبيره، ندير نصف فنجان تاع الزيت. انا هنا حندير مغرفه تاع الزيت، الزيت يعطينا لا بغيونس وتولي سهله في الخدمه، تزلق وحدها. كاين انواع كثيره تاع الطليه، هذه شوفوا شحال راهي بيضه، هذه نوع وان شاء الله ولا كتب ربي نديروا انواع واحده اخرى. هذه انا دوق نزيد لها، كي نحطوها على المغرفه هكذا نديروا ليسي نشوفوا لا تهبط بزاف ولا لا. نخبطوا بيان سور، هنا هبطت بزاف تاع الرات، زيدوا لها شويه. بيان سور العرايش تاعنا نبيتوهم في الكونجيلاتور باش ما يتكسروناش، ما يخفلكمش بلي العرايش صعاب في رجليهم. الوغ لازم يكونوا كونجيلي باش نقدروا نطليو بيهم. هاد السر هذا تاع لاستوس هادي عطاتها لي سناء، نقولها ربي يجازيك، عندها مده حبيبتي نتاع زمان حلواجيه، هي اللي ورات لي هاد لاستوس، نقولها ربي يجازيك ويعطيك على حساب نيتك، لانها مرا طيبه بزاف. وقلوا هاد العباد في الوقت اللي رانا فيه اللهم المستعان. بيان سور هادي حلواجيه باغمي لي بروميير، باسكو الحلواجيه تاع دوق ربي يهديهم ويهدينا معاهم. هكذا نظن بلي راهي مليح، انا نخليها تروبوزي ونوريكم كيفاش نطليو. هايليك شوفوا الطليه تاعي ما شاء الله ريحت، خرج الهواء منها بعد ما ريحت. شوفوا لا بغيونس تاعها،
هنا نوريكم طريقة طلية تاع العرايش. كل واحد كيفاش يطليهم. انا هذه هي طريقتي تاع زمان، لازم ندخلها باش تدخل لها هنا هنا وهنا وهنا. هايليك بعد نرفدها ونقعد نخبط هكذا حتى يهبط كامل الزيت. سي وحده خلوها تروبوزي، ولا شفتوها تعبات لكم زيدوا السكر. من المستحسن تشرو سكر تاع نوعيه مليحه. انا نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا بها هذه الوصفه، وان شاء الله عن قريب ندير لكم وصفه واحده اخرى. هاي ليك الورده تاعي بعد ما تنشف وماكييها بالناكري، ومن بعد ندير لها ديكوراسيون. نقول لكم مع السلامه، ومن بعد نحطهم لكم تشوفوا كيفاش خرجوا.